السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة نشوان جعفر. صحيت اليوم صراحة على اتصال الأخ نجمي يكلمنا أنه لازم أحضر اليوم عنده في البيت لأنه في شيء حصل. أنا صراحة جيت للأخ نجمي نشوف إيش اللي معاه، فتفاجأت أنه على عبارة قلتها أنا في المقطع الأخير اللي هي نجمي طابور خامس. الأخ نجمي أخ غالي وعزيز وعرفه من فترة طويلة، وبيننا وبينه مزح وضحك وسوالف يعني أكثر من كذا. نعم، تمام؟ والأخ نشوان كذلك أخ وعزيز وغالي وأكثر من أخوة، إحنا أهل نعتبر. أيوة. فالكلمة اللي قلتها هنا هي من باب إنه المزاح والضحك، حتى هو لما قلتها له ضحك وأنا ضحكت، واصلت التصوير ولا كأنه شيء حصل. فاليوم الظاهر إنه في ناس شافوا المقطع وتواصلوا مع الأخ نجمي يقولوا ليش نشوان يتكلم عليك كذا، وليش نشوان قال عليك كذا، ومن هذا الكلام. الاشخاص هذا ما يعرفوا العلاقه اللي بيني وبين الاخ نجمي في مقطعهم اخ غالي وصديق عزيز، ويحق لي اني اقول فيه ما لا يحق لغيره، ويحق انه يقول علي ما لا يحق لغيره صراحه، كله بالمفتوح. ما بيننا الا كل احترام، احنا وانتان اخوان ايوه، من 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 يعني من عشرات من السنين. 10 سنين. نعم. والان يعني اذا في حد عنده مشكله يتواصل معي انا، ما يتواصلش مع الاخ نجمي. لا تزعيه صراحه. المقطع عن مشاكل الجالية اليمنية في مدينة ليفربول، هذا اسم المقطع، فركزوا على اسم المقطع والمقطع ايش يتكلم. عبارة قيلت هنا، عبارة قيلت هناك، لا تحاولوا تدخلوا بين الناس، هذا يعني نميمة وايش يسموها، راح يدخل مشاكل بين الناس. مثل ما قلت لهم الاخ نجمي غالي عليا، وكنت والله قاعد في البيت يعني تعبان ومرهق وصايم الا تصلي عشانه، بس اجيت للبيت لبس وجيت له على طول. أدرك غالي أنا شوان، الله ها، المستعان. وبنفسه قال لي خلاص تعال بعدين. قلت له والله اجي لك الان ولا لا؟ نعم. قلت له اجي لك الان بين لك الموضوع، واحد واعمل لك مقطع واحطه في قناتي وارسل لك اللينك وتشوفه انت وبراحتك يعني، وتنشره في اي، واي واحد يكلمك قول له رجاله تكلمني انا برسل لك مقطع شوفه، ارسل له المقطع هذا لا تتعبش نفسك بالكلام. تمام؟ رجاء رجاء لا تعملوا مشاكل بين الناس وبين الأخوة والأصدقاء. وهذا أخي نجمي هنا عزيز عليه في بيته قاعدين نضحك ونسولف ولا كأنه شيء حصل أصلا، وما في شيء أصلا حصل. ما في شيء، يعني حصل الدنيا بخير والله والدنيا على ما في شيء حصل ولا شيء. تمام؟ وتحياتي لكم من بيت الأفندم أبو النجوم. يلا.